الآن يا جماعة الخير، الدنيا ليل بشكل مو طبيعي. أنا طبعا الآن سهران، الساعة عندي توقيت الآن 3:46. خليني أوريكم، بس 3:46. لاحظوا الآن 3:46 الفجر طبعا، يعني فما مدينا علي صوت كثير كمان شباب، عشان الجيران، وما الجيران تعرفون دي القصة. يعني أزبط الشباب اللي اكتشفت إنه في حد باني تحت، أنا كنت أنتظر البيت يطيح وفي حد أخذ مكاني، فبروح على مدرسه الآن باخذ المكان منه من جديد. إن شاء الله يمديني على 4 ساعات، ما أدري إذا يمديني ولا، والله شاب بروح بحاول فيها يعني. فيب ليتس جو، على أمل إنه ينجح الآن. ما أعرف إذا رح أنجح ولا لا، بس أنا هنا عشان أجرب شباب. خلينا نشوف إذا يمديني ولا مش يعني. يخرب بيت شلون أخذ مكاني، والله إني انقهرت والله، قسم بالله شابني مقهور. شلون لحق يبني مكاني؟ أنا ماني فاهم والله، والله إني مقهور بشكل. تعالوا شوفوا ايش مسوي الآن، ما لحق ينزل. أنا جالس أنتظر وأدخل وأطلع، أدخل أطلع، بالأخير هو يجي يبني بيت كامل مكان بمكان. شوف والله ما بدي أتكلم حتى من كثر القهرة والله. شايفين ايش مسوي؟ بنى هنا مكاني، والله بنى مكاني شباب، والله إنه باني مكاني. أتمنى ما يكون عنده باب آخر ورا هذا، أتمنى يكون باب واحد. بسم الله، 1 2 3. والله يا إني تعبت بالتجميع شباب، والله يا اني تعبت بالتجميع والله. الباب فجر بسرعه، فجر بسرعه، تكفى قفلت لي باب ثاني. يا الله والله باب ثاني فيه. روح باسرع وقت شباب، برجع اجمع وبرجع. والله ما خليك تاخذ بيتي والله. اوكي شباب، مشينا يا رب يا كريم. صنعت شباب، صنعت 4. يا رب يا كريم، يا رحمن يا رحيم، اتمنى اني لا تعدي على خير شباب يا ربي. 1 2 3 4. يلا يا رب. الكل طفى، سبحان الله الكل طفى، ما ودي اصرخ الان. يلا فك سريع، تكفى فك. ليتس فاكينج جو. فكينا البيس. هذا هو اسمه كريس. ليتس جو. اوه ماي جاد. ضمننا البيت شباب الحمد لله. تعال يا كريس، لا تدخل علينا الان. ايش معك يا كريس؟ ما مع اغراض والله، منين جا هذا بعدين شباب؟ من هذا الكريس جاي لهنا؟ من هذا الكريس اللي جاي لهنا؟ باب تاني يا شباب، باب تاني، اخذنا البيت قسم بالله. سهرتي ما راحت على الفاضي. شوف السيلفر اللي معه، ما خشب، ما بين كن، شو مع لوت؟ ما بين كن، ما مع لوت هو اصلا. ده التافه ما عنده لوت شباب، شوف ما مع خشب. بس ابي احط هنا اضمنها على طول الان. مع السلامة، تم اخذ البيت بشكل، مع السلامة، تم اخذ البيت بشكل كامل. راح احط كل اغراضه بالبيت، راح ارمي اشياء الزباله شباب، يعني راح اجيب احسن منهم بعدين طبعا، بس خليني احط اغرب الاغراض بالبيت بما انه البيت هذا صار بيتي بهذا الشكل، اوكي؟ وبروح الان اصور حول نفسي عشان لا احد يطب علي يا جماعه، ايزي بيزي يا حبيبي. راح اروح لبيتي شباب، راح اجيب المنشار، راح اطلع اجيب خشب بالكامل، اصنع سور، ابواب طبعا، واجي احطهم في ذا المكان. انا عندي باب اصلا كان، بروح اجيبه واجي. والله بحطها كيف مكان الان. هاك شباب بدبرها الان، ما عندي حل ثاني. هنا يا بيرفكت، هنا يا بيرفكت شباب. شوف البوابه معي لا ادري يعني، بس مشوها لي شباب، ما علينا. هنا كان مكان باب 100% هنا، شوف ما يرضى. ما عرفت اسكرها، ما عرفت والله ما جت تسكر معي شباب، حسيتها صعبه بزياده والله. انا بالمره حطيت ذا الباب اصلا هنا، وما ادري شلون حاط ذا الباب الى الان. نجي هنا شباب، نسكر بهذه الطريقه، شايفين الذكاء؟ يا اخي اخي الذكاء يا مكالو. البوابه صار عندي هنا، والبوابه من هذيك الجهه، بس كل هذول مغلقين طبعا شباب. هذه مجرد صيانات بسيطه للبيت، لا اكثر ولا اقل، يعني على اساس انه البيت متريد، عارفين الفكره؟ على اساس انه ايش البيت متريد، خليت سطح مفتوح، بيعرفون من فوق انه البيت او متريد، مدري ايه، شايفين؟ ولكن انا كذا رح اكبر البيت ورح اطلع فيه للاعلى، رح اخليه قلعه الاحلام.
فيب يا جماعة الخير ارجعكم بكرة ونكمل ان شاء الله مغامرتنا. السلام عليكم، تصبحون على خير. ساعتي الان صارت 4:30 يا جماعة الخير، صار وقت النوم الان. Let's go يا حبيبي. السلام عليكم يا جماعة الخير، رجعت لكم الآن من جديد بشكل رسمي. أنا الآن حاليا صرت باليوم الثالث على التوالي يا جماعة الخير. الحمد لله أنه ما انسرقت، وهذا الشيء جدا أسطوري لأني أصلا أنا حرصت أني ما أنسرق يا جماعة. شفتوا بالأمس إيش سويت على الفجر؟ أوه في حد هنا برا. أوكي تعال نطلع لبرا بسرعة شباب، في أصوات غريبة تطلع برا، خليني أطلع لبرا أشوف شو يصير برا. احتمال يكون في حد مدمر لي السور، مسوي لي أشياء، والله ما أعرف، يمكن أكون مسروق ببيتي هذاك. هذا طبعا أنا كنت فاتحه، أنا ما عليكم يا جماعة. ايش ذا الصوت؟ من فين كان يطلع هذا الصوت؟ واو يا الحياه ما احلاها كذا تكون محميه يا شباب، والله يجي والله كذا الدنيا كلها محميه امامي قسم بالله. لاحظوا الان معانا هذه المنطقه كلها لي، ما حد يبدي يدخل، ما حد يبدي يسوي اي شيء حرفيا. طبعا اليوم يا شباب لازم نحط توريتات برا البيت بشكل كامل، لازم امن على البيت اليوم بشكل جدا رسمي، لازم اخلص من الناس المحيطه، بس بالبدايه اضمن بيتي، اوكي؟ راح اروح اجيب موارد، اطور بيتي، انقل كل لوتي من هناك الى هنا، من بيتي هذاك يعني اللي كان هناك، فلازم خلاص اسكن هنا، اقرر اني اسكن هنا للابد، تمام؟ راح اطور البيت بشكل جدا كبير شباب ما عليكم الان. طبعا سمعت صوت طلق جالس يجي من هنا، ما ادري من هذا جالس يطلق، من هذا اللي يسترجي يطلق وجنب بيتي هو الان. لازم اصرخ هذاك الشخص شباب اللي ساكن بالاعلى طبعا. ما راح اخلي بني ادم يكون عايش هنا، اصبروا شويتين يا جماعه راح تعرفوا. هذاك كمان لازم اصرخ هذاك راعي القلعه، ما علينا ما علينا شباب ايزي. بس خليني اشيك اذا في حد سرقني ولا لا. من اللي كان هنا طيب قبل شوي؟ والله يا انه كان هنا من ثانيتين، لسه بيتي موجود ما حد سرقني، والله شيء جدا غريب والله ما انسرقت. الان نشوف الاحصنه ايش صار عليهم شباب على السريع الان. منزل الاحصنه، السلام عليكم، تشيكات الروتينيه اليوميه الان. ابي اعرف من هذا اللي كان يطلق هنا، والله شباب ودي اعرف والله من هذا. ريتني بس اصيده الان. ما في حد هنا يمين يسار يتحرك يتجول. والله لا اوريك، هذاك هو. راح يدخل السيف زون ثاني عشان اسلمه. طيحته شباب طيحته، ما خليته يدخل السيف زون. والله يا اني جلدته والله. والله يا اني جلدته شباب، بس لا يروح السيف زون هذا. هذا محسب انه انا بوت يعني ولا شيء، شايفين سلاح البوت هذا المان؟ يقوم محسب اني بوت والله. ابلع ايش تسوي في ذا المكان؟ اوه ماي جاد وات ذا هيك، مو طبيعي والله، قسم بالله مسكين. هذا بيكون صاحب البيت هذا اللي بالاعلى او مكان اخر شباب. جي جي يا حبيبي جبنا لوت للبيت الجديد شباب. هذا صاحب اي بيت الان، فين راح يطلع لي؟ ما كان معه سلاح والله ما ادري والله، ثواني بس بخزن اللوت انا شباب، لان هذا بيتي الرسمي راح يكون. اي واحد يجي لهذه المنطقه حبيبي اطلع منها بسرعه، لان انا ما راح اسمح لك ابدا انك تكون هنا. صحيح شباب نوبت شويتين بالايم يعني، بس ما علينا يا جماعه، اهم شيء جبناه بالنهايه صح ولا لا؟ اوكي ايزي. اوكي البيت هنا لازم تطويرات يا ام كامل، ايش ذا البيت المعفن اللي ما في شيء؟ خذ خذ 300 سكراب ليتس جو، كل هذا بصنع فيه الان، بشتري توريتات بهذه السكرابات. فك الباب هنا، قاسم لو يطلع المكان ثاني ابعثك من جديد. طلع لي بس طلع لي. طلع لي بس خليني المحك من فين راح تطلع لي. والله شاك هو صاحب البيت اللي بالاعلى ما ادري ليش. مجمع 300 سكراب من الطريق، يا ولد انتم مستوعبين شباب الفكره؟ حسبني بوت ترى بالبدايه عشان كذا كان يهرب ما كان يطلق عليه شباب، بس اظن كان معه سلاح شباب. اوه ماي جاد يا التجميع قصدي معه بو كان. خرب بيت تجميعك مو طبيعي ايش مجمع ذا. اوكي مو مشكله. العب. شايفين شباب ثاني جبنا كم لوت؟ والله ايزي والله. جرب تنزل لذا المكان، جرب بس جرب الان، مجرد انك تجرب راح تبلع على طول. احط 7 طلقات هنا. عشان اللي يجرب يدخل يبلع على طول. طيب هذا الفرن لازم يتوقف من هنا شباب، انا ما احتاج هذا الفرن في هذا المكان بالتحديد. هنا لازم نحط الاساسيات الان. احط التير هنا معانا وممكن احط الفرن جنبه الان. والله هو الفرن هنا مزعج بس يعني ما ادري شباب ممكن يفيدني والله. شوف هو مزعج بس ممكن يفيدني، لان هذا جوا البيت يحتاج، انا احتاج شيء جوا البيت يكون. عادي واكر شباب لازم اشيل السرير من هنا عشان نحط صندوق نستفيد من المساحات شباب قدر الامكان. السرير مو مهم، السرير بدك تحطه في اي مكان كان مثل هنا مثلا نسميه بيس، اوكي؟ ايزي بيزي. اللي جاي يسالني مام كالو ايش تسوي يا مام كالو؟ علمنا يا مام كالو لا تسوي وحدك يا مام كالو. شباب جالس اركب دفاعات للمنزل تمام؟ ايش يعني دفاعات المنزل؟ راح اشرح لكم الان. تعالوا اشرح لكم فورا مو ضروري الان، اللي هي فورا الان يعني ما علينا. طيب بكل اختصار اللي سويته الان اني ما اعطيت فرصه لاي احد يدخل من اي مكان كان، شايفين؟ كل هذا عباره عن اوه لازم اسوي هنا كمان ما سويت انا، ثواني بس نخلص من هذا كمان. نايس ليتس جو، خلصت الان شباب تعالوا اوريكم، تعالوا اشرح لكم، تعالوا 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 شباب اللي مو فاهم الفكره. هنا عشان يتدخل هنا ما يمدي يدخل فورا على البيس، انا بيسي انا بيسي شباب صاير هنا، عندي هنا التي سي وعندي هنا الدخله، كل هذا بيسي يعتبر الثلاثه هذول، فلازم احميهم الان، حطيت دفاعات ما عليكم ركب توريتات بعدين، ولكن الهدف اني اسوي السطح الان الروف. ذلك الروف راح يكون بهذا الشكل. يمكن ستون ما يكفي ما اعرف صراحه، راح اشوف مع الوقت الان.
وهذا الآن خلصنا من السطح بشكل كامل، وراح نشد على السطح الآن وراح نحاول نغطي أكثر وأكثر يا جماعة. أوكي، ما أظن موارد المياه راح تكفي شباب، إن شاء الله راح نحاول نسوي كذا هنا بعدين بدي أدي كمان. ندمر ذي وندمر ذي، نحط ذي ونطور ذول طبعا شباب لا ننسى. هذا الآن لوت روم يا جماعة الخير، إي نعم صدق ولا تصدق، صار بدي الآن نحط هذه الأبواب، راح يكون في هنا لوت روم، أوكي لأن أنا ما عندي غرف لوت فأنا راح أحط هذه اللوت روم. إلى الآن يا شباب أنا محتار إيش أفضل جراج دور ممكن أختار، جالس أخبص بالبيت بس لحد أجيب شيء كويس، راح أحاول أدهن البيت بالكامل، أوكي؟ فما عليكم في حوسة نوعا ما بالموضوع، لكن انسوا شباب غضوا النظر الآن. ليتس جو يا جماعة الخير، انتهيت من قلعة ممكالو واخيرا. هلا والله يا قلعة ممكالو، هلا والله، هلا بالطيارة، ليتس جو. والله لو كان معي الان هذا كنت نزلت الطيارة شباب، ليش لا يعني، لما لا لما لا، بس ما معي الموارد الكافية يعني. فشباب شوفوا الارتفاع الان، والله صارت القلعة حلوة كثير. تعالوا اوريكم ايش سويت. طبعا هنا راح احاول احط طاحونات بالله معي، انا بعد شوي راح اشتغل على هذا الموضوع مباشرة. راح انزل لتحتنا، راح نشوف في عندنا دور فقط للشوتينج، هذا الدور يا جماعة شوتينج فلور راح اسميه، راح احط هنا سرير، راح اضبط وضعي هنا باللوكر اي شيء ما علينا يا جماعة الخير، اوكي؟ عشان لا احد يستلم نحن فورا فايتين، اوكي هذه غلط هنا والله، هذه لازم تكون كذا شاو، اوكي؟ توني انتبه انه هذه لازم تكون بهذا الشكل. ياب هنا مناسبة أكثر والله. وأيضا تعالوا أوريكم الدور اللي تحت، يعني أنا ما خليت القلعة جدا كبيرة شباب لأن الاعتناء بالقلعة جدا صعب أنت سولو يعني، فحبيت تكون جدا صغيرة شباب. ما علينا الآن، أوكي هنا راح نحط باب، طبعا أنا مو حاط باب إلى الآن، ما علينا، في عندنا هذا ما في شيء أصلا فوق يعني ما راح أهتم كثير. هذا الدور يا شباب هو دور بسيط جدا، راح نحطه كمان أيضا دور يكون فيه أشياء يمين يسار، والله ما أعرف ما قررت الآن إيش بسويه، ولكن حطيت نافذة بسيطة هنا راح تكون جدا أسطورية إذا في حال حطينا الويندو جلاس هذيك يعني، أوكي؟ ودي كمان اخلي لوت روم، ممكن افصله هنا اخلي لوت روم كمان. والله لازم لوت روم كمان، انا راح يلزمني كثير لوت روم، ولا ايش بسوي بالادوار كلها هنا، فلازم اعمل لي حساب من الان، اوكي بحاول اسوي لها كذا الان على اساس لا قيد الدرس يعني، على اساس تمام هذه ما بطورها على اساس قيد الدرس، اذا في حال قررت بسويها الان. طيب اذا فتحنا الان كمان الباب ما في حد هنا طبعا، ننزل لتحت ونروح نتفرج بالكامل من تحت كمان. هذا الان نزلت يا جماعه الخير، هذا شايفين كم البيت كبير، ترى بيت جدا كبير يا شباب، 4 طوابق البيت. هل انتم متحمسون يا جماعه الخير تشوفون شكل القلعه من الخارج؟ 3 2 1 تارارارام، يا ساتر. قلعه جدا غريبه صراحه شباب، ودي اطورها بالكامل تكون حديد يعني احسن من هذا الشكل، بس ما علينا الان، هذه قلعه بالموديل الجديد يا جماعه. بو ماي جاد يا حبيبي، قسم بالله شكله مضحك يا جماعه، والله العظيم شكله مضحك. طبعا شباب انا الان في مرتفعات بيتي الان وجالس ابني الطاحونه، مكان للطاحونه وايضا مكان للسام سايت، سويت احتياطاتي جنب بعض راح يكونوا مباشره. تشوف الان هذا للسام سايت وهنا راح تكون للطاحونه، فيب هذا الشكل شايفين الطاحونه محلاها كذا الان هنا. ننزل لتحت الان، ليتس جو، بس ما اطيح، نايس ليتس جو، اوكي نايس ون يا حبيبي. طيب راح نروح نصنع يا جماعه الخير البطاريه اللي احنا اصلا متعلمينها، انا اتوقع بروح بجيب اغلب مواردي من البيت هذاك، طبعا لازم ايضا اتعلم الويندو جلاس هذا ضروري جدا، هنا لازم اكون مرتب شباب، راح ابدا ارتب اغراضي شيئا فشيئا، مستحيل اسوي شيء ثاني الان. اوه نايس والله انا متعلم ذي، كفو تعلمنا كل شيء الان. ايزي، طبعا ودي اصنع من هذه كمان شباب ايضا عشان اغطي فيها التورتات، بس مو وقتنا الان. اوه يا الضباب، كم اني اكره الضباب، كم اني اكره الضباب شباب، شوف شكل بيتي والله انه شكله مرتب شباب، ما ادري عنكم بس والله شوف شكله حلو يعني، اتوقع اني بكره راح اتريد اذا مو اليوم يعني. اوه والله ذا البيت كمان حلو يا شباب، في اغراض البيت، جالس اخذ اهم الاغراض يا جماعه لاني بطلع من هذا المكان خلاص، بنتقل لهناك للابد، معي اهم اغراض الان، اذا متت برا يعطيكم العافيه والله. حاب المنطقه هذه بشكل مو طبيعي يعني، كذا تكون فاضيه، تجي لهنا بيتك تفتح الباب يكون في تورتات برا البيت بكل مكان. اوه ماي جاد يا حبيبي. يا شباب حان وقت تركيب الاضاءات والبطاريات وهذه الامور الان، فانا احتاج منك الان شغله بسيطه، اول شيء حط كل لوتك الان هنا. صار معي 1000 سكراب، معي 1000 سكراب شباب، واو يابا راح يكفي على، شايفين كويس ما رفعت اكثر، لو رفع شبر زياده ما كان كفى شباب، اي والله ما كان كفى، وهذا باور، ليتس جو، المفروض تعطينا 100 بذا الوقت يا جماعه، المفروض 100 والله. كم جايك هو؟ 105 جاي، وات؟ المفروض يعطي 100، شلون 105؟ اي 104 كان حكيت، لاني حكيت شباب لاني حكيت، بس والله نايس والله يعني مرتفع بزياده عن اللزوم، والله رهيب شباب، حبيت الفكره والله. الان راح نوزع اضاءات بالبيت، الاضاءات هذه اللي معي اياها هذه جدا رخيصه شباب ما تكلف كثير كمان يعني. اشتغلت وصار فيها صفر الان، هلا والله يا حبيبي هلا والله، نو اوه ماي جاد، شوف البيت كيف نور، يا ساتر والله رهيبه والله شباب، بالله شوف الفرق قبل، شوف قبل ناا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 ا
فنطلع الدور الاعلى الان، حطيت اضاءات بكل مكان علشان شوف الاسلاك، اصلا الاسلاك تبين كم اني تعبان فيهم يا جماعه الخير. فنطلع على الدور اللي بعده الان، راح نلاحظ ايضا كهرباء بكل مكان الان. نطلع على هذا الدور ايضا راح نلاحظ فيه كهرباء، فهذا شوتينج فلور طبعا ما يهمني كان زياده، بس انه مهم يعني ممكن بالليل نتعرض للقتال وبالاعلى ما يحتاج كهرباء اصلا. تمام، هذه الفكره بكل اختصار. باقي معي كهرباء جدا كثيره، فبحاول استغل الباقي بالتورت فقط يا شباب. شباب لا حد يضحك علي، بس استخدم هذه على اساس اني اطلع عليها الان واحاول اصف هذه بشكل مناسب. انتهينا يا جماعه الخير، بالله عليكم شوف الان لوت والاروع. طبعا بديك تدخل على ذاك الصندوق اذا الان تسالوني، ممكن او صعب تدخل ذاك الصندوق، ايزي بيزي. خلصنا حميتهم الان، هذا اللوت روم صار عندي جاهز. شوف الان محل الجراج دور ذا، واو شوف النافذه هذه محلاها، والله النافذه هذه رهيبه شباب، قسم الله انا احب هذه الاجواء كذا والله. طيب التورت عندي 20، لازم التورت ناخذ كل واحده 10، يعني التورت 20 راح نسحب الان للتورتات، يعني شيء منه كذا يكفي اتوقع، يكفي وزياده والله. ليتس جو. اتوقع التورت اللي تحت اشتغل شباب، انا مو متاكد بس يعني في بعض الاشياء تقول لك الان المفروض يكون اشتغل. يب اشتغل. ليتس جو، ابيك تجلد الناس جلد مو طبيعي، تفهم ولا ما تفهم الان؟ يا شباب انا ودي اسكن في هذا المكان. لا خلاص امزح، تخيل معنا كل مره اشوف بيت لكم ودي اسكن هنا. والله ذا البيت نايس شباب، بس فين صاحبه انا ما اعرف. يا اخي هذا الشخص اللي باني هنا فوق بيتي، باي حق تبني في ذا المكان؟ باي حق؟ بس فهمني، ايش وضعه الان هذا شباب؟ مو طايح ديكي ولا شيء، والله نايس والله، قسما لا اصرخك، حلفت، والله لا اصرخك والله، ثمان شويتين وبجيك الان، بصنع باسرع وقت ممكن 4 ساتشل، مو 4 ساتشل، بصنع 8 ساتشل بدخل عليه. وهذا يا شباب الساتشل الاخيرة، صار مديني اصرخ البيت هذاك حرفيا، الان صار مديني اصرخه. للاسف ما ضل عندي فحم، شوفوا السيلفر عندي شوي بس الفحم ما ضل، لذلك راح اسوي اني راح انتظر الصباح يجي وراح اروح اسرق البيت هذا على امل انه يطلع فيه فحم كثير يا شباب. انا محتار اني اسرق اما هذا البيت اما ذاك البيت اللي ورا الباند كامب، بس اتوقع راح اسرق هذا بالبدايه لان في شخص جالس يحوم حول المكان يطلع اصوات بس ما ادري من هو، ما ادري كل شوي يجي لهنا شاف هذاك الشخص، فاتوقع راح يطلع هذا هو الشخص نفسه الان هنا، انا مو متاكد بس انا شبه واثق يا جماعه. السلام عليكم يا جماعه الخير، الان رجعت لكم من جديد. الساعه الان بتوقيتي شباب مثل ما شايفين هنا الساعه 1:19، انا الان جاهز بكامل التجهيزات عشان اروح اسرق هذاك البيت. طبعا صنعت الساتشلات اللازمه، راح اوريكم الان الساتشل اللي صانعه الان، هذا هو شباب 8 ساتشل عندي الان، ولكن لازمني مولوتوف، واحده مولوتوف كذا مع 8 ساتشل راح نروح مباشره لذاك البيت، اتوقع ما راح اطول اكثر يا شباب، اتمنى انه يكفي يا جماعه، انا معي سعر بابين المفروض، يعني المفروض انه يكفي يا شباب المفروض. اوكي انا الان محتار شباب، هل يا ترى اسرق هذا البيت ولا اروح اسرق البيت اللي صاير ورا الباندت كامب؟ انا محتار، بس انا تدرون ايش راح اسرق هذا البيت شباب؟ علشان ما اخلي مجال لهذا يلعب ابدا، لان انا حاسس اوه ماي جاد مقتل، هو في واحد بالطيارة فوق، انا بختصرها وبسرق هذا البيت على السريع الان. اذا ما طلع في شيء بكون سوينا اللي في بالنا شباب، صح ولا لا؟ اي والله صحيح، فبسم الله الرحمن الرحيم، ليتس جو نخلص منه ذا من هنا. عشان لا يكبر نفسه أكثر. 2 3 هذه 4 ليتس جو. أنا كفو، يلا واحدة بس واحدة. يا أخي مو طبيعي الساتشل، كم صرت أكره ريد بالساتشل. أوه ماي جاد أوه ماي جاد، سريع سريع سريع. 1 2 3 4 وخر. طفت طفت تاني، طفوا اثنين طفوا اثنين، شي طبيعي يطفوا اثنين. واو اخر واحدة اخر واحدة شباب اخر واحدة، فتح فتح واخيرا فتح، يا رب نشوف ايش فيه. بسم الله، واو والله بيت كبير، والله والله بيت كبير شباب. نايس ليتس جو، ضمننا البيت كبير، وهذا خذ البيت. شوف هو بيتي كبير بس ما احس انه مستاهل، انا اهم شيء يهمني التي سي يا جماعه والسكراب وهذه الامور، يعني يقول لك الاب كيب 3 ايام، بشوف التي سي بالاول بطمن الان. لا يا ممكالة لا، لازم نوقف التريد بالساتشل والله، الامر صار مزعج بدل ما هذا عشان ما يرسم من جديد، يعني والله الامر بالساتشل صار صعب، ما في شيء ما اتوقع يا ابو فاضي، والله توقعت توقعت يا ليل الليل، قسم بالله قهر. بروح اجمع سكراب، بروح اشوف هذيك القلعة اللي هناك ايش وضعها شباب، ولازم وين جاي وين جاي وين جاي وين جاي وين جاي وين جاي طيب ها وين جاي يو مان واتس اب، وين جاي بالدي بي، وين جاي بالدي بي تبعك، وين وين ها وين وين
وين جايني بدي بي وين؟ خرب بيتك كيف جايني شباب كراوش؟ والله لو اني متكي ببيتي شويتين كان جاء صرفني والله. السلام عليكم يا جماعة الخير، أنا رجعت لكم من جديد وبيوم جديد يا جماعة. صراحة أتحمس جدا لما أدخل وأحصل نفسي مو مسروق، والله يا إنه شعور ممتع. لما أجرب لعبة راست راح تحس بشعور لما أجرب اللعبة، قسم بالله إنه شيء أسطوري شباب. سلام عليكم يا مكارو، قسم بالله إني متحمس جدا متفائل لهذا اليوم شباب. صراحة يعني أكلت ضبطت وضعي، درعمت نفسي علشان ألعب 6-7 ساعات الآن. راح نطلع شيك المكان برا إيش صار، إيش جالس يصير برا وما يصير يا جماعة، لأني الآن متلهف أعرف إيش جالس يصير برا شباب. هل ترى في أخبار جديدة؟ لسه التورت مكانه، هلا والله لسه كل شيء مكانه. يا شباب انا اكره ذا الجو والله. يا شباب انا متحمس اسوي مزرعه والله، جالس تخطر بالي فكره عشان مزرعه. بينه الدنيا مطر، بينه الدنيا مطر، ادخل ادخل سريع 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 قبل اسوي شيء شباب، قبل اسوي شيء اوكي. هذا المطر ما يجي كل مره يا جماعه، واذا في حال ما كان في مطر ما راح يكون في شيء اللي انا راح اسويه الان. بسرعه بسرعه بسرعه، ترى انا ما احتاج كثير ابدا مي، احتاج فقط شوي. المزرعه بالعاده ما تحتاج كثير يا جماعه. هذه يا شباب هذه 40 سكراب، جيب سكراب يا ولد. مستحيل ما يكون عندك سكراب، مستحيل ما يكون عندي شباب سكراب بالبيت. اوه عندي 102 سكراب، ليتس جو يا حبيبي ليتس جو. تعال هذه على السريع الان شباب، بسرعه بسرعه مكان بسرعه. بوم يا حبيبي فتحنا دي اوكي نايس. خليني اصنع منها الان على السريع، لازم اطلع جمع خشب شباب، والله لازمني خشب والله. يعني هي لازم تكمل على مكان تخرب المكان اخر يعني. خلي المكان مفتوح انا برجع على طول الان. ليتس جو شباب، نشتغلها بشكل جدا سريع قبل ما المطر يروح، لان اعيد واكرر انا ما ادري ايش صاير برا صراحه شباب. ما رحت شيكت ذاك البيت اللي كان ممكن انه صاحبه يطيح او شيء، والله ما اعرف الشباب الطيبه ايش صار معهن الان في هذا المكان. واو شوف القلعه ذيك هناك، هذاك طور من نفسه والله، يخرب بيته شباب بنا قلعه والله. اوه ماي جاد اكيد راح يستهدفني هذا شباب 100%. وات وانا في قلعه كمان، شوف القلعه ذي، لا والله شباب اي اوه ماي جاد والله في ناس والله. وين البيت اللي كان هنا شباب؟ البيت طاح، البيت هذا طاح، هلا والله البيت هذا طاح شباب هاي كواليتي. لا تذكرون ذا البيت اللي كان هنا، يا حرام ملحقنا، اما سرقوه او انه طاح مع الوقت او انه صار معي شيء يا جماعه ما ادري والله. بالفعل كان باني بنكر شباب، شايفين ذا الخشب هذا بنكر يا جماعه كان. لسه ما اوه لسه في اللوت الكامل بالداخل، اللوت الاسطوري بالداخل شباب. اوه ماي جاد اللوت الاسطوري بالداخل بيكون والله. روح كرفت مكانه تعال سرقه، قسم بالله شباب بيكون مع اللوت ذا بس 200. ايزي 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 والله ايزي شباب، مع لوت كثير ذا راح يكون بالعاده، والله راح يكون مع لوت شباب تمام. راح ارجع له بوقت لاحق الان بس اضبط وضع شويتين. هذا بيكون مع لوت الدنيا كلها لان شوف بس المهم باقي، كل شيء مو مهم راح. اربعه تكفي نوعا ما، اتوقع يكفي لان هي اصلا ينحط لها مليون وحده وحده، فايزي يا جماعه. خلينا نصنع اربعه منها وبطلع احطهم فوق السطح طبعا او تحت عندي هنا عشان احاول استفيد منهم واسحبهم للمزرعه اللي انا بسويها يا شباب تمام. راح المطر من هنا، نحط واحده من هنا شباب، بحاول اوزعهم في هذا المكان بالكامل. هذه شباب لان انا ما عندي مي، فانا بحاول بسوي ذي الخطه عشان اجمع ميه المطر على امل انها تصد لي ميه المطر. الان بدها تعبي فيها شوي شوي، شايفين ابيها تصير فل، وبعد ما تصير فل بنسوي المزرعه تمام. هذه الفكره بكل اختصار. شوف ذاك البيت اللي بالاعلى قسم لا، ذاك مضبط وضعه شباب. وات في حصان هنا، حصان ايش هذا في هذا المكان؟ وات مكان الحصان عندي طاح، وانا اقول هذا الحصان اتمن. او ماي جاد وات ذا هيك شباب، احصنتي الغالية الحبيبة راحت احصنتي شباب. هذا الفترة جيب الفترة الاسداء نايس والله، لا طاحت احصنتي شباب شايفين. اوه ماي جاد يلا بروح بهذا الحصان بجمع فيه بسوي اشياء فيه. المشكلة انه مكان الاحصنة ما راح تستفيد منه بذاك القدر لان في ستوك ليمت شباب. هذه الفكرة والله، الشيء البشع انه هذا ما في ستوك ليمت، بس في ذاك المكان اللي هو الاوت بوست كان لازم تبدل من هناك في ستوك ليمت جدا شنيع. فشوف هنا الان بدينا ابدل 100 سكراب، ادري انه قليل شباب بس يلا، يقول لك اوت اوف ستوك تنتظر 10 ثواني يفك من جديد مثل ما شايفين الان بدك ترجع تشتري شايفين؟ لهذا السبب مشروع الاحصنه راح يكون فاشل وعلشان كذا سحبت عليه يعني يا جماعه بكل اختصار، عشان كذا ما شفتوني اهتم يعني. نحن الان نبي نهتم بالكورن هذا شباب شايفين؟ هذا يعتبر ناجح بشكل مو طبيعي، لان مو طبيعي 15 يعطيك 10، ترى في خطا احس والله، يعني هذه نفسها هذيك بس هذا ما في عليه ستوك، مزرعه الكورن هذه راح تطلع خياليه شباب والله. يب كان في طريقه خياليه تعرف فيها وين التي سي باي زاويه. عشان نعرف اي باب نكسر، انا ابي اول شيء احصل على التي سي بعدين يمديني ابني واسكر نفسي واشتغل بالثاني ايزي. الطريقه كانت كذا شباب، هنا يمديني ابني، هنا مو تي سي، هنا يمديني ابني، هنا ما في تي سي، هذه الزاويه شباب ما يمديني شايفين، هنا التي سي، هنا التي سي شباب، هنا التي سي ما يمديني ابني هنا. اوكي بحاول اكسر ذا الباب شباب، بحاول اكسر ذا الباب هذا، بحاول اكسر هذا. خلينا نقول البيت فاضي فل فاضي، هذاك مفضي او جاي حد سارق او شيء، والله بنجل اذا طلع بيت فاضي شباب. ما علينا ما خسرنا شيء يعني، احنا نحاول الان بالنهايه شباب. انا جالس احاول علشان احاول اطمح لاشياء افضل يعني، فاعطيني الساتشل، اعطيني هذه كمان بطريقك، اعطيني القفل هذا واعطيني هذه. مشينا يلا مشينا شباب مشينا، لا نطول اكثر ابدا، حرمي الخمسه عليه مباشره بدون ما انتظر كذا. خمسه واربعه طق 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 طق، يا نجيبها يا ما نجيبها. خليها دي في الارض،
اتمنى صاحب القلعه اللي بالاعلى لا يسلم علي شباب. انا اتمنى والله ما ودي اسلم عليه لاني الان هذه شو قلنا هذه الان. 1 2 3 4 5 يلا يا رب يا رب تنكسر بسرعه يا ربي انكسر بسرعه ارجوك يلا يا رب يلا ان شاء الله نحصل على 9 شباب. واحده باقي بس واحده يلا يا اخي طيب يلا تير 3 او ماي جاد تير 3 هذا والله بالتير 3 كفو تير 3 شباب يعني تي سي كانت هنا ولا دخلت منها ولا هنا كانت نفس الشيء تير 3 الله اكبر الله اكبر راح نسحب التير 3 شباب قلت لكم هذه نقطة التحول راح تكون انا لهذه انبسطت 1250 سكراب سعرها يخربت الحالة يا ساتر والله شباب انبسطت والله والله العظيم اني انبسطت شباب لا تطفي خذ خذ لا تطفي خذ اعبيك الان اطعميك الان اطعميك خذ النار خذ طيب انا اتوقع اني بجيب حصان من احصنتي هذيك الطايحة وبروح مكان ثاني اجمع فيه سيلفر لان هذه المنطقة ما فيها سيلفر ابدا شباب ابدا في بعض الناس يقولوا لي يا ممكالو انت ليش ما تحاول تتطور بسرعة ليش حتى ما تروح على الاويل ريك تروح على السفينة تروح على هذه الامور انا احس شباب ذي الامور للامانة تقتل متعة اللعب شخصيا ما احب اروح الاويل ريك اجيب كل شيء جاهز وخلصنا يعني احب اسرق بيوت اتعب فيهم للسرقة عشان يعني ما يكون لوت جاهز تخيل اروح الاويل ريك احصل 3 روكتات سرقت فيهم بيت وبعدين ايش اسوي يعني راح اجيب لوت بس ما راح استمتع فيه لان انا اصلا معي اقوى منه كان فهمتوا هذه فكره لعبه انا احب اني اطور شيئا فشيئا بذات نفسي بدون ما اروح اعتمد على اللوت الموجود بالماب يعني شوف انا جالس اتعب اجمع لهذا البيت حصلت تير 3 كم اني انبسطت لو اني رايح على اي اويل ريك كان بدي اجيب التير 3 من زمان بس ما ودي تعال نجيب الاغراض هذه من الافران شباب اتوقع خلصوا الافران الان لسه باقي والله شوف كميه الفحم اللي راح نجيبه الان تمام راقبوا بس راقبوا تمتعوا شباب شوف كمية الفحم السيلفر شوف الفحم شوف الفحم شوف شوف الفحم اوه ماي جاد يا الفحم راح يبقى لي 2 صح؟ يب 2 بنكين ناقصني اخر دفعة ليتس جو ممكالو ليتس جو اتمنى يا جماعة الخير نوصل هذا المكان بالمقطع تنزل تضغط على الزر لايك تشترك اذا ما كنت مشترك نبي نوصل 2 مليون باسرع وقت ممكن ارجوكم يا جماعة الخير هذه حبة شباب ساتشلايا خلاص كافي خلي الجن باودر الباقي لليوم الاسود هل انتم مستعدون شباب؟ انا مستعد كامل الاستعداد ناخذ معنا دي على طول نكسرها الان شوف ذا الدب الكري 2 دببه ايه من مسلطكم علي انتم الان امام بيتي راح نسرق شباب راح نسرق هذا المكان شباب ما حد جاء سرق ولا والله ما حد اوكي بسم الله 1 اه بتنكسر الان 2 ارمي هنا 2 3 4 يا رب ما تنكسر شباب انا عشان التير هذا اللي متحمس يا رب ما تنكسر التير المفروض ما في سلاش دمج ارجوك ما في سلاش دمج ارجوك لا تنكسر يلا 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 سريع يلا انفتح لميت هذه انفتحت هذه كانت بالغلط بالارض انكسر الحيط شلون انكسر ذا انكسر والله شباب انكسر سريع ليتس جو حصلنا على التير شباب ليتس جو يا التير ابني تي سي اوه والله في موارد والله ابني تي سي بسرعه تي سي وقفل 1300 كلوث يا خربت الحاله شوف كم فحم والله فحم كثير والله ديو يا حبيبي ديو قسما بالله شباب خيالي والله اوكي حط تي سي هنا ما راح تخسر شيء على التي سي يعني اذا حطيتها ولا لا شباب ايزي بيزي بحطها بس كذا احتياطا عشان لا حد يفتح علي الباب من برا اوه ماي في صناديق عندنا شباب نحن ما خلصنا الان يا رب 1200 حديد اوكي اوه ليتس جو يا حبيبي ليتس جو جاك بوت وين بولتي في بولتي ايزي تورت على البولتي الله اكبر يا الجاك بوت يا الخيالي والله معاه موارد والله شباب طلقات اكسبلوزيف حركات بركات الله قنبلة دروب كمان بروح ارميها الان ببيتي ليتس جو شباب قسم بالله شيء خيالي والله والله مع موارد طلع كثير والله يا انه مع موارد والله اوكي شباب انا راح اطلع من هنا شوف الموارد اللي معي والله اذا في حال خسرتهم جي جي لابعد درجه بسم الله او ماي جاد ممكالو والله اني مرعوب شباب من هذاك الشخص اللي فوق والله اخي يا ورع واخيرا دخلت بس ايش دخلت معي موارد ايش دخلت معي موارد الله 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 يا حبيبي الله 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 ليتس جو يا مدير ليتس جو هذا الصندوق لازم يشال من هنا عشان احط مكانه تير 3 اي نعم هذه هي بالاختصار السلام عليكم ولكم بموطنك العزيز بمكانك الجديد هلا والله اتوقع يا جماعه الخير بالحلقه القادمه اللي راح نسويه اني راح ابدا بالمزرعه مزرعه الكورن يعني عشان احاول اجيب منها سكراب بالهبل
لان ما في ستوك ليمت ابدا على الكورن اللي شفناه اللي هو الذره يعني يا جماعه، تمام. ولكن راح اخبركم، شكرا جدا لكم على متابعتكم لهذا المقطع، وبيومنا الثالث على التوالي بالسيرفر شباب. صراحه جدا جدا مستمتع بهذه السلسله، اتمنى انها تنال اعجابكم ايضا، ولا تنسون تدعمونا بزر لايك عشان نستمر اكثر واكثر. راح القاكم بالحلقه القادمه باذن الله علشان نكمل مغامرات ونشوف ايش لازم نسوي. السلام عليكم، في امان الله.